بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في أن مواريث الأنبياء انتقلت إلى رسول الله محمد صلى الله عليه واله ومن بعده ورثها الأئمة عليهم الصلاة والسلام كما ورثوا علم الأنبياء السابقين كذلك ورثوا بعض الأمور التي كانت بحوزتهم وفي بعضها سبب او وسيله للاعجاز بمعنى ان الله سبحانه وتعالى جعل ذلك الشيء وسيله للاعجاز كعصا موسى على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام. في هذه الحلقه نذكر بعض الروايات التي رواها الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي في باب ما عند الائمه من ايات الانبياء عليهم السلام. في بعض هذه المواريث التي ورثها الرسول ومن بعده الائمه من الانبياء الماضين عليهم جميعا الصلاه والسلام. وقد ذكرنا فيما مضى ان هذه الوراثه اولا نوع تشريف بمعنى أن الله سبحانه وتعالى شرفهم بأن أورثهم بعض خصائص ومختصات الأنبياء. وأيضا لأن الله سبحانه وتعالى جعل تلك الخصائص أو المختصات جعل فيها الوسيلة للإعجاز، والوسيلة للتصرف في الكون. فأوصلها إلى الرسول بالوراثة من الأنبياء لكي يتصرف رسول الله صلى الله عليه واله بتلك الخصوصيات والمختصات إذا شاء وكذلك من بعده الأئمة عليهم الصلاة والسلام لأن الله سبحانه وتعالى فضلهم بأن منحهم الولاية التكوينية لمصلحة في ذلك. من جمله مواريث الانبياء الحجر الذي كان بحوزة موسى على نبينا واله وعليه الصلاة والسلام هذا حجر مخصوص كان جعله الله سبحانه وتعالى وسيلة لاعجاز موسى مضافا الى العصا فكان يضرب بالعصا على هذا الحجر فكان يجري منه الماء ولأن أسباط بني إسرائيل اثنا عشر سبطا حتى لا يحصل. تزاحم وازدحام وبعض المشاكل القبلية لذلك الله سبحانه وتعالى كان يجري من هذا الحجر اثني عشر نهرا كل نهر لسبط من الاسباط، وهذا الماء من خصوصياته انه اذا شربه العطشان ارتوى، واذا شربه الجائع زال جوعه وشبع، وهذا الحجر ليس حجرا كبيرا وانما بمقدار حمل بعير حجر ليس بالكبير جدا ولا بالصغير جدا بمقدار حمل بعير هذا الحجر من بعد موسى ورثه الانبياء واحدا بعد الاخر الى ان وصل الى الرسول محمد صلى الله عليه واله ومنه بيد الائمه لا نعلم ان الانبياء من بعد موسى الى الرسول محمد صلى الله عليه واله الى الائمه الى الامام العسكري لا نعلم انهم استفادوا من هذا الحجر يعني لم تردنا في الروايات انهم استفادوا منه لعلهم استفادوا منه في بعض التصرفات التكوينيه لكن لم يصلنا شيء وانما في الحديث الشريف الذي نتلوه الان يبين الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أن هذا الحجر سيصل إلى الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام والإمام حينما يظهر بمكة يلتحق إليه مجموعة من خلص الناس أينما تكون يأتي بكم الله جميعا من تأويل هذه الآية حين ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كما في روايات كثيرة هؤلاء خلص أصحابه يفقدون من فروشهم يلتحقون بالإمام عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك أيضا يلتحق به آخرون فلما يخرج من مكة إلى المدينة إلى العراق إلى بيت المقدس يقول لأصحابه لا تحملوا معكم طعاما ولا شرابا وانما هذا الحجر موجود مع الامام عليه الصلاه والسلام ففي اي منزل ينزل هذا الحجر ينبع منه ماء هذا الماء يروي العطشان ويشبع الجائع وقد ذكرنا ان الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف حينما يظهر تكون سيرته كسيرة رسول الله صلى الله عليه واله. يعني الجانب الإعجازي في حركته هذه حالة استثنائية. لأن الروايات الصحيحة دلت على أنه يسير بسيرة الرسول وسيرة أمير المؤمنين. الرسول صلى الله عليه واله استعمل المعاجز. لكن أصل استعمال المعاجز أولاً كان لأجل تصديق الناس له لأنه يدعي أنه من طرف من طرف الرب سبحانه وتعالى رسول للناس ما هي آية صدقه معجزته وأحيانا لأغراض أخرى كما في غزوة بادر مثلا نزلت الملائكة لنصرة المسلمين هذه حالات استثنائية كذلك الجانب الإعجازي في خروج الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. اولا ليعلم الناس انه هو المهدي الموعود لان ادعياء المهدويه كثيرون عشرات الاشخاص خلال مئات السنين ادعوا انهم هم المهدي كذبا وزورا. زين كيف نعرف ان هذا الشخص الذي يقول انا المهدي صادق في كلامه كما كان الناس يعرفون الانبياء بأنهم صادقين في كلام صادقون في كلامهم عبر الإعجاز كذلك بالنسبة للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وأيضا لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يهدي الناس بواسطة الإمام المهدي فهذه المعاجز حينما يرونها يسهل قبولهم للدين الحق نعم هناك يبقى ناس معاندون يتعامل معهم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كما تعامل الرسول صلى الله عليه وآله في غزواته وكما تعامل أمير المؤمنين في غزواته هذه الحجرة أو هذا الحجر موجود عند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في هذا المسير وهذا المسير في بداية أمر الإمام إلى أن تستتب له يستتب له حكم العالم جميعا فحين ذاك الإمام يسير بسيرة الرسول صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وقبل ذلك أيضا كان يسير ولكن المقصود أنه يبلغ ويبين الحق النظام يكون نظام الحق فالناس في هذا النظام يتطورون وترتفع عقولهم الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ينقل عن أبيه الإمام الباقر يقول إن القائمة إذا قام بمكة وأراد أن يتوجه إلى الكوفة يظهر في مكة يذهب إلى المدينة ثم يذهب إلى الكوفة ثم يذهب إلى فلسطين نادى مناديه ألا لا يحمل أحد منكم طعاما ولا شرابا ويحمل حجر موسى بن عمران موسى بن عمران وهو وقر بعير وقر يعني حمل بمقدار بعير يحمله فلا ينزل منزلا إلا إن بعث عين منه فمن كان جائعا شبع ومن كان ظامئا روي فهو زادهم حتى ينزلوا النجف من ظهر الكوفة يعني يخرجون من من مكة إلى المدينة إلى أن يصلوا إلى الكوفة عن طريق النجف الأشرف، وإنما سمي النجف ظاهر الكوفة لأن مكان مرتفع، الكوفة تقع على شط الفرات، أما النجف مكان مرتفع، لذا واحد من برا من خارج النجف من طرف الصحراء يرى النجف كأنها على قمة جبل. ولذلك سمي النجف بظهر الكوفه لانه فيه ارتفاع. هذه من مواريث الانبياء التي توجد عند الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. زين من مواريث الانبياء الاخرى التي ورثها الرسول صلى الله عليه واله ومن بعده الائمه قميص ادم. من جملة موارث الانبياء مواريث الانبياء خاتم سليمان. وقد ذكرنا ايضا عصا موسى عليه الصلاه والسلام في الحلقه الماضيه. زين شنو هو قميص ادم؟ قميص ادم عليه السلام من الجنه. وحينما كان ادم في الجنه كان هذا لباسه. فلما اكل من تلك الشجرة، لم يكن من الصالح بقاء ادم في الجنة، وانما المصلحة تبدلت لكي ينتقل الى الارض، زين ادم انتقل الى الارض ولكن بقي في الجنة ما كان منها، ومن جملة ما كان من الجنة قميص ادم. لذا في الآية الشريفة في سورة الأعراف الله سبحانه وتعالى يقول يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما هذا الثوب ليس للأرض وإنما هو للجنة زين هذا القميص قميص آدم الله سبحانه وتعالى جعله وراثة عند الأنبياء. وما كانوا يلبسون ذلك القميص. وإنما موجود عندهم وراثة. لكن الله سبحانه وتعالى أذن للأئمة بلبس ذلك الثوب. ولذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي لبس ذلك الثوب، اما إبانة للفضل للناس لهدايتهم، لأن الأنبياء والأئمة متواضعون، لا يزكون أنفسهم إلا لهداية الناس، يعني أحيانا الإنسان يذكر ما يمتلك من فضائل تبخترا، تكبرا، هذا غير مناسب لكن احيانا يذكر ما يمتلك من فضائل لهدايه الناس مثلا طبيب دخل الى مدينه يريد ان يعالج المرضى زين يذكر الدكتور كذا اخصائي في المرض الكذائي او الامراض الكذائيه هذا عندما يذكر انه دكتور وانه اخصائي ويضع ذلك على لافتته ليس لكي يتبختر بعلمه وبشهادته وانما يريد ارشاد الناس اذا واحد يحتاج الى علاج في هذا المرض فهذا الطبيب موجود الانبياء عليهم الصلاه والسلام احيانا كانوا يذكرون فضائلهم لا للتبختر لا للتكبر وانما لهدايه الناس كذلك الأئمة عليهم الصلاة والسلام أمير المؤمنين بعض الأحيان كان يذكر فضائل نفسه لكن لا تبخترا لأن ذاك الزمان كان زمان اضطراب هناك ناس غلات هناك ناس يكفرون هلك في اثنان محب غال ومبغض قال والناس في اضطراب شديد زمان فتنة وحروب ففي هذا الزمان كان من الضروري ارشاد الناس وهدايه الناس. ومن طرق الارشاد والهدايه بيان الفضائل. زين فامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام في ليله لبس هذا الثوب اللي هو قميص ادم عليه الصلاه والسلام وخرج به الى مجموعه من خواص اصحابه. ما كان هذا للاعلام. طبعا قميص آدم عليه الصلاة والسلام يقال إنه نفس قميص يوسف الذي هذا القميص حينما وضع على عينه عين يعقوب عليه الصلاة والسلام رجع بصره بتفصيل سنقرأه في حديث لاحق ايضا خاتم سليمان ورثه رسول الله ومنه الى امير المؤمنين ومنه الى سائر الائمه. خاتم سليمان ايضا الله سبحانه وتعالى جعله وسيله لتسخير الريح ولتسخير الطير. الله سبحانه وتعالى في القران الكريم يذكر ان الله سخر الريح لسليمان. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأيضا الله سبحانه وتعالى سخر لسليمان الطير، وسخر الجن، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين، الوسيله التي جعلها الله سبحانه وتعالى ليسخر سليمان الريح. والطير كان الخاتم خاتم سليمان فخاتم سليمان نظير عصا موسى في ليلة من الليالي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لبس قميص آدم وتختم بخاتم سليمان وبيده عصا موسى عليه الصلاه والسلام وخرج في ليله ظلماء لان القضيه ما كان الغرض منها بيان هذه الفضيله لعامه الناس وانما كان الغرض منها بيان هذه الفضيله لبعض الخواص من شيعته الامام الباقر عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث يروي قال خرج امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام ذات ليلة بعد عتمة بعد ذهاب الحمرة المغربية، لأن الشمس عندما تغرب في البداية في طرف المشرق أكو حمرة، هذه الحمرة تزول بعد غروب الشمس بين عشر دقائق إلى عشرين دقيقة حيث أذان المغرب. وبعد ذلك طرف المغرب طرف غروب الشمس توجد حمره تبقى الى حوالي ساعه ونصف او اقل بقليل او اكثر بعد زوال الحمره المغربيه يعم الظلام الثلث الاول من الليل بعد ذهاب الحمره المغربيه يسمى عتمه لماذا يسمى عتمة لأن الظلام دامس فأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام خرج في هذا الوقت ولم يخرج في وقت متأخر لأن في الوقت المتأخر الناس نايمين هؤلاء الذين كان يريد أن يبين لهم هذه الفضيلة لعله كانوا يذهبون إلى بيوتهم للمنام واجتماعهم في وسط الليل لعله كان فيه مشكلة أما في أول الليل في أول العتمة لا بأس بذلك خرج أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ذات ليلة بعد عتمة وهو يقول همهمة همهمة الهمهمة شنو هي؟ الهمهمة الكلام الخفي هذا يسمى همهمة التكرار للتأكيد يعني هذا الكلام اللي أرد أذكر لكم إياه هذا كلام خاص بكم ليس كلاما عاما لأن الناس في الكوفة كانوا أخلاط لأن الكوفة تأسست في زمان عمر بن الخطاب وكل منطقة من الكوفة خُصَّت لقبيلة من القبائل فاستوطنها الناس من مختلف القبائل من جزيرة العرب وأيضا الأنباط الذين كانوا هناك وأيضا من الفرس وغيرهم فمدينة كانت فيها الاخلاط المختلفه لذا كانت مضطربه قسم من هؤلاء ما كانوا يعتقدون بامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام بعنوان انه الامام اذا كانوا يسمعون كلامه باعتباره حاكما كما ان الناس يستمعون الى كلام الحاكم اما انه هو الامام المعين من قبل الله سبحانه وتعالى، اكثر الناس لم يكونوا يعتقدون بذلك. لانهم لم يسمعوا كلام الرسول صلى الله عليه واله او اسلموا بعد وفاه الرسول او ولدوا بعد وفاه الرسول صلى الله عليه واله. الحكام الذين كانوا يحكمون الكوفه قبل امير المؤمنين. هؤلاء كثير منهم ما كانت علاقاتهم جيده مع امير المؤمنين فكانوا يكتمون فضائله ولا يبينونها للناس لذلك اكثر الناس لم يكونوا يعرفون الامام حق معرفته والذين كانوا من شيعته ومن المخلصين له كانوا اقليه قليله لذا واحد اذا عرف هذه النقطه يعرف لماذا خرج كثير من الناس ضد امير المؤمنين واصبحوا من الخوارج، لماذا ما كانوا يستمعون كلام الامام؟ ذول الخوارج بالاساس اصلا هم صحيح كانوا في جيش الامام، لكن لم يكونوا يعتقدون به باعتباره اميرا للمؤمنين وخليفه رب العالمين. وانما كانوا ينظرون اليه كما ينظرون لاي حاكم اخر. وكانوا قد تعلموا على الظلم والجور والاستئثار بالمال، فالعدل الإمام عليه الصلاة والسلام كان عليهم ضيق لذلك الإمام يقول ومن كان عليه العدل ضيق فالجور عليه أضيق لذلك في الأزمات كانوا يخذلون أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام على كل حال فلذا الإمام في هذا الحديث الذي يرويه الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول همهمة همهمة يعني هذا الكلام الذي أذكره لكم كلاما خفيا وليلة مظلمة الناس في بيوتهم ذهبوا ليناموا اذكر هذا الكلام لكم بشكل خاص خرج عليكم الامام اولا هو امام امام عينه الله سبحانه وتعالى ووصى به الرسول اني تارك فيكم الثقلين هذه وصيه الرسول من كنت مولاه فهذا علي مولاه الرسول بلغ ما امره الله سبحانه وتعالى في علي الرسول هو لم يختار امير المؤمنين للخلافه وانما الله سبحانه وتعالى اختاره والرسول كان في هذه القضيه مبلغ يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك خرج عليكم الامام عليه قميص ادم وفي يده خاتم سليمان وعصا موسى يعني ثلاثة من مواريث الأنبياء قميص آدم، خاتم سليمان، عصا موسى زين هسه السؤال عصا موسى عرفنا أنها تظهر بها المعاجز الكبيرة تلقف ما يأفكون. خاتم سليمان كان فيه تسخير الريح و الطير والجن زين ثوب آدم قميص آدم شنو خصوصية ذكره في هذا الحديث لعله لعله في خصوصيات لم تذكر لنا لأن إحنا هذا العلم الذي وصلنا ليس هو كل العلم قسم من العلم فلعل في قميص آدم خصوصيات في الجانب التكويني والولاية التكوينية لم يذكر لنا ولعله الامام لبس هذا القميص ليبين لهم ان جميع مواريث الانبياء عنده من ادم الى غيره حتى لنفرض ان قميص ادم لم يكن فيه خصوصيه خاصه وانما هو مجرد ثوب من الجنه ولكن يدل على ان امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام ورث مواريث الانبياء من ادم مو أنه فقط بدأ من موسى ثم سليمان لا من آدم عليه الصلاة والسلام لذلك إحنا عندما نقرأ زيارة وارث ماذا نقرأ السلام عليك يا وارث آدم صفة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله هذه الوراثة وراثة في العلم وراثة في الخصوصيات والخصائص وأيضا دلائل وآيات النبوة التي كانت عندهم وصلت إلى رسول الله ومنه إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام وهي الآن بحوزة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف زين الآن أكو بعض الناس عندما تذكر بعضا من خصوصيات الائمه عليهم الصلاه والسلام يجي يستشكل. هذا الاشكال او كثير من هذه الاشكالات اشكالات ضعيفه. ليش؟ لانه نظائر ذلك ثبت للانبياء. انت اشكالك شنو؟ اشكال عقلي. اذا اشكالك عقلي لازم تستشكل على القران ايضا. وتستشكل على معاجز الانبياء عليهم الصلاه والسلام. إذا تقبل معاجز الأنبياء، معنى ذلك أنه هذا ما في إشكال عقلي. لأن أدل دليل على الإمكان الوقوع. إذا العصا بيد موسى تتحول إلى ثعبان وتلقف ما يأفكون. زين؟ يعني هذا مو محال، الله سبحانه وتعالى أعطى هذه الخصوصية لموسى عليه السلام. اذا عيسى عليه الصلاه والسلام باذن الله يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى وما الى ذلك هذا معناه ان هذا العمل ان يصدر من انسان باذن الله ليس بمحال لانه تحقق في الخارج يبقى امر انه اذا تريد تثبت نظير هذه المعاجز وهذه الخصوصيات للائمه عليهم الصلاه والسلام تحتاج الى دليل ما هو الدليل؟ اصل امكان هذا الامر ممكن وقوعه قد وقع لكن هل هو ثابت لرسول الله محمد صلى الله عليه واله هل هو ثابت للائمه من بعده؟ نحتاج الى دليل حتى لا يكون كلامنا جزافا والدليل موجود اولا الدليل العام موجود ما يثبت افضليتهم افضليتهم على الانبياء عليهم الصلاه والسلام. والدليل الخاص ايضا موجود. الدليل الخاص مئات الروايات بل الوف الروايات التي من حيث المجموع تكون متواتره تواترا اجماليا بل فوق التواتر التي تثبت ان الله سبحانه وتعالى خص الائمه عليهم الصلاه والسلام في هذه الامه بالمعجزات. نعم كما ان الانبياء سيرهم كان سيرا ضمن الاسباب الطبيعيه، المعاجز كانت حاله استثنائيه. كذلك الائمه عليهم الصلاه والسلام سيرهم سير طبيعي الاسباب الطبيعيه ومعاجزهم فيها حاله استثنائيه اذا انت عندك اشكال على اصل المعاجز نجي نبحث انه لماذا الله سبحانه وتعالى اعطى لبعض انبيائه المعاجز لكن اذا واحد يصدق به معاجز لبعض البشر فما عنده مشكله في تصديق المعجزه للانسان بان الله سبحانه وتعالى يمنحه بهذه المعاجز وهذه القوى الخارقه زين. فقط يجي بحث صغروي أنه لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هل ثبتت هذه الخصائص أو لا نقول متواتر الروايات كما ذكرنا مئات بل ألوف الروايات التي من حيث المجموع فوق التواتر الإجمالي تدل على هذه الفضائل وهذه الخصائص لهؤلاء وكما أن وجود المعاجز للأنبياء لم يخرجهم عن كونهم أسوة للناس موسى اسوه وعيسى اسوه ورسول الله محمد صلى الله عليه واله اسوه مع معاجزهم كذلك الائمه عليهم الصلاه والسلام مع معاجزهم لم يخرجوا عن كونهم اسوه لان غالب حياتهم كان ضمن الطريقه الطبيعيه ابراهيم عليه الصلاه والسلام الله سبحانه وتعالى منحه معاجز النار لم تحرقه إبراهيم عليه الصلاة والسلام معاجز أخرى كانت له مجموعة من الطيور أربعة من الطيور ذبحها وخلطها ثم وضع على كل جبل جزء ثم صاحب كل طير باسمه فهذه الأجزاء من على قمم الجبال اجتمعت تطايرت إلى أن وصلت إلى إبراهيم طير حي زين مع ذلك الله سبحانه وتعالى جعل ابراهيم اسوه لان الحاله الاعجازيه كانت حاله استثنائيه. ورسول الله محمد صلى الله عليه واله، الله منحه معاجز. لكنه اسوه، لماذا؟ لان سير العام كان بالطريقه الطبيعيه، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. كذلك الائمه عليهم الصلاه والسلام. يعني حينما نذكر أن لهم معاجز وأن الله سبحانه وتعالى خصهم بهذه الخصوصيات وأورثهم مواريث الأنبياء ومنحهم الولاية التكوينية وما إلى ذلك هذا لا يخرجهم عن كونهم أسوة لأنهم في الظاهر كانوا يتعاملون ضمن الأسباب الطبيعية وهناك أحاديث أخرى س نتلوها في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين